الذكر يطرد الشيطان ويقمعه، ويرضي الرحمن ويدني منه، يزيل الهم والغم عن القلب، يجلب الفرح والغبطة، يقوي القلب والبدن، ينور الوجه والقلب، يجلب الرزق، يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والندرة. يورث الذكر محبة الله التي هي روح الإسلام وقطب راحة الدين ومدار السعادة والنجاة. الذكر يطرد الشيطان ويقمعه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس، أي تراجع. ولهذا سمي الشيطان بالوسواس الخناس. الذكر يخنسه، أي يبعده عنك. فعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وفي الاشتغال بالذكر اشتغال عن الكلام الباطل من غيبة ونميمة ولغو ومدح وذم، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ يتكلم اللغو. وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. فالنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، والقلب إن لم تسكنه محبة الله سكنته محبة المخلوقين، واللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللهو. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. موضوع هذه الخطبة أيها الإخوة، يبدو من خلال هذا الحديث أن الذكر له شأن كبير في حياة المؤمن، كيف لا وقد ورد الذكر في 300 آية في القرآن الكريم. كل هذه الآيات تؤكد أنه ينبغي أن يدور الذكر مع الإنسان في كل شؤونه وفي كل أوقاته وفي كل حالاته وفي كل أطواره، لأن الذكر عبادة القلب، الصلاة عبادة الجوارح، لكن الذكر عبادة القلب، بل إن الصلاة من أجل الذكر، وأقم الصلاة لذكري.
أيها الإخوة، لأن الذكر يدور مع الإنسان في كل أحواله وشؤون حياته، يجب أن نتعرف ماذا تعني كلمة الذكر. فمن الذكر أن تذكر الله في آياته الكونية، هذا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فمن الذكر أن تذكره في آياته القرآنية، ومن الذكر أن تذكره في آياته الكونية، ومن الذكر أن تذكره في نعمه الظاهرة المعروفة والباطنة المصائب. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما من شدة تساق للمؤمن إلا وراءها شدة إلى الله، وما من محنة تساق للمؤمن إلا وراءها منحة من الله. لذلك قال العلماء: النعم الباطنة هي المصائب للمؤمن طبعاً. ومن الذكر أن تذكره لعباده معرفاً، ومن الذكر أن تذكره في قلبك وفي لسانك مسبحاً وحامداً وموحداً ومكبراً، ومن الذكر أن تذكر ربوبيته وأن توحده في أحوالك كلها وأطوارك جميعها، ومن الذكر أن تذكره ذكراً كثيراً، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، ليطمئن قلبك ولينجلي همك ولينشرح صدرك وليتسع رزقك ولينصرك الله على عدوك. أيها الإخوة، ورد الذكر في القرآن الكريم على 10 أوجه، منها الأمر به مطلقاً: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، الأمر به مطلقاً. ومن هذه الوجوه النهي عن ضده. ما هو ضد الذكر؟ الغفلة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال بعض المفسرين: نسيانهم لله عز وجل هو سبب نسيانهم لأنفسهم، بل ما من عطاء يناله المؤمن من ربه أعظم من أن يذكره الله عز وجل. وذكر الله للعبد جزاء على ذكر العبد لربه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا ذكرك الله عز وجل منحك الطمأنينة، منحك الأمن، منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك التوفيق، منحك التأييد، منحك الحفظ، منحك النصر. أيها الإخوة، ذكر الله غاية الغايات وعلة العبادات ومآل الطاعات، لذلك جعله الله أكبر من كل عبادة وأعظم من كل قربة وغاية كل عمل. قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد
من دونه ملتحدة. وفي قوله تعالى ولذكر الله أكبر للعلماء والمفسرين مذاهب شتى في تفسير هذه الآية، فذكر الله عبادة هي من أكبر العبادات، هذا هو المعنى الأول. وإذا ذكرتموه في صلاتكم ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. والمعنى الثالث وذكر الله أكبر من أن يكون معه فاحشة. أيها الإخوة، الذكر حياة للقلب، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، الذي يذكر الله حي قلبه والذي لا يذكره ميت قلبه. وفي لفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، القلب أو البيت. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله ينتظرك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. قال بعض العلماء ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى به فضلاً وشرفاً. الذكر يطرد الشيطان ويقمعه، ويرضي الرحمن ويدني منه، يزيل الهم والغم عن القلب، يجلب الفرح والغبطة، يقوي القلب والبدن، ينور الوجه والقلب، يجلب الرزق، يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والندرة. يورث الذكر محبة الله التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. الذكر يطرد الشيطان ويقمعه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي تراجع. ولهذا سمي الشيطان بالوسواس الخناس. الذكر يخنسه أي يبعده عنك. فعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وفي الاشتغال بالذكر اشتغال عن الكلام الباطل من غيبة ونميمة ولغو ومدح وذم، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ يتكلم اللغو. وقد أفلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فالنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، والقلب إن لم تسكنه محبة الله سكنته محبة المخلوقين، واللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللهو. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. أيها الإخوة الكرام، من فوائد الذكر أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل. فالقلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فإذا ذكر الله ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص بالنار. فالذكر شفاء للقلب ودواء له، والغفلة مرض للقلب وهلاك له. قال أحد العلماء: ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحياناً فننتكس. الذكر أصل موالاة الله عز وجل، والغفلة أصل معاداته. فإن العبد ما يزال يذكر ربه حتى يحبه فيواليه، وما يزال العبد يغفل عن ربه حتى يبغضه فيعاديه. وما عادى عبد ربه بشيء أشد من أن يكره ذكره ويكره من يذكره. وما استجلبت نعم الله عز وجل ولا استدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى جلابة للنعم دافعة للنقم. ذكر الله تعالى جنة الدنيا، وقد قال أحد العارفين: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها ذكر الله. وأشار أحد العلماء إلى هذه الجنة فقال: ماذا يستطيع أعدائي أن يفعلوا بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن رحلت فهي معي لا تفارقني، وإن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة إذا كنت ذاكراً لله. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله تعالى ومحبته ودوام ذكره. وقال أحد الذاكرين: إنه لتمر بي أوقات أقول: إذا كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. أيها الإخوة، يروى أن شاباً من الذاكرين بدرت منه هفوة حجبته عن الله، فضاقت نفسه وانقبض قلبه، وبات ينتظر العقاب من الله والتأديب، ولكن لم يحدث شيء من هذا. فكان من مناجاته لربه أن: يا رب، لقد عصيتك فلم تعاقبني. فوقع في قلبه أن: يا عبدي، لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي وذكري؟ وقال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة:
في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وجدتم، وإلا فالباب مغلق، فابحثوا عن السبب. تفقدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وجدتم، وإلا فالباب مغلق، فابحثوا عن السبب. الذكر سبب لعطاء الله عز وجل، فالله عز وجل يعطي الذاكرة أكثر مما يعطي السائل. وفي الحديث القدسي الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. الذكر سبب لرحمة الله ولسكينة القلب. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وبالمقابل: وما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، أي نقصاً في حسناتهم وتبعة يحاسبون عليها. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من أهل الغفلة، وهل يحكمه الوحي أم الهوى. فإن كان من أهل الغفلة والهوى كان أمره فرطا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذكر الله تعالى يؤنس المؤمن ويرقى به، وذكر الله تعالى يجب أن يكون كثيراً، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريما. أيها الإخوة الأحباب، من أنواع الذكر أن تذكر اسم الله، أن تقول الله الله، لقوله تعالى: واذكر اسم ربك. ومن أنواع الذكر أن تسبحه، أن تقول سبحان الله. ومن أنواع الذكر أن تحمده، أن تقول الحمد لله. ومن أنواع الذكر أن توحده، أي أن تقول لا إله إلا الله. ومن أنواع الذكر أن تكبره، أن تقول الله أكبر. فالعبرة في هذه الأذكار للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني فقط. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تلك هي الباقيات الصالحات التي قال الله عنها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيها الإخوة، عندما وصف الله جل جلاله تسبيحه
وحمده وتوحيده وتكبيره بأنها باقيات صالحات، وصف زينة الحياة الدنيا بشكل ضمني بأنها الفانيات. فالدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأن هذه الفانيات قد تكون سبباً لشقاء الإنسان وهلاكه إذا ألهته عن ذكر الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل فأولئك هم الخاسرون. ومن أنواع الذكر أن تستغفره. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن الذكر أن تدعوه، فالدعاء هو العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الذكر أن تذكر أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده وجنته وناره. ومن الذكر أن تذكر أعمال الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تبتعد عن المغضوب عليهم وعن الضالين المضلين كي تصح عبادتك. ومن الذكر أن تذكر آياته القرآنية. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلا يحزن قارئ القرآن، ومن تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. ومن الذكر أن تذكر آياته التكوينية أي أفعاله. قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن الذكر أن تذكر آياته الكونية، فالمؤمنون الصادقون يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن الآيات الدالة على عظمة الله والتي بثها الله في الآفاق هذا الكون الذي بين أيدينا. أيها الإخوة الكرام، عودة إلى أصل هذه الخطبة، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.